بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبحنا المعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن مراجعة هذا الجهاز، جهاز بيست الجيست. طبعا هذا الجهاز هو عبارة عن جهاز طارد للحشرات الزاحفة والطائرة، ومنها الذباب والبعوض والصراصير والفئران. طبعا هذا الجهاز كما ترونه صغير جدا، وهو فعال جدا جدا جدا. مجرد أن تقوم بتركيبه في الكهرباء سوف يعمل معك، سوف تخرج هنا لمبة حمراء. طبعا هذا الجهاز متوافق مع كهرباء الشرق الأوسط 220. بسم الله. كما ترون هنا اللمبة حمراء، قد عمل الآن الجهاز معي. طبعا هذا الجهاز تم شراؤه من موقع GearBest، وسوف نضع لكم رابط الشراء إن شاء الله أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو، مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.